سيد انتفاض قنبر. مرحبا بك يا سيد انتفاض. شكرا. سيد انتفاض، راح ابدا وياك. يبدو ان الحكومه الامريكيه تحركت لمحاربه الفصائل المسلحه المواليه لايران بالعراق وحتى الفساد، وحكومه عبد المهدي حتى الان لم تتحرك. كيف تعلق على العقوبات؟ السيد عادل عبد المهدي لم يفعل شيئا مختلفا، استمر على ما هو سابقه في السكوت، ويعني او النوم على التفاعل مع الاحداث. انت تعرف الاحداث الداخليه في العراق لا تساهم في اسقاط الحكومه، وانما الاحداث الخارجيه. وما حصل في السابق هو انه المسؤولين العراقيين يجاملون الامريكان من جهه ويعملون لصالح ايران من الجهه الثانيه. هذا لن يستمر من الان فصاعدا بعد تغير الوضع مع ايران. وكذلك هناك محاولات اخيره لرئيس ترامب دبلوماسيه، اؤكد على كلمه دبلوماسيه او وساطيه، لانقاذ الوضع وعدم الدخول في يعني احتدام عسكري مع ايران وضرب ايران. واخرها الان هو تحرك او طلب الرئيس ترامب من السنتر رون بول اللي هو يمثل المحور الانعزالي الايسوليشنست في الحزب الجمهوري ضد الحرب. ولربما رون بول سيذهب الى طهران ولقاء ظريف لهذا الغرض. انسحاب الموظفين السفاره الامريكيه يمثل نهايه التعامل الدبلوماسي بالعراق وبدايه التعامل العسكري. اسالك فقط نقطه مهمه بالحديث عن اول موضوع وهو العقوبات الامريكيه على الشخصيات العراقيه اللي ذكرناها. يعني برايك هل بدات واشنطن تتحرك فعليا يعني قص او تقليم ان صح التعبير اظافر ايران في العراق ونفوذها؟ نعم، واذا لاحظت خلينا نكون صريحين، هذه القائمه هي قائمه سنه، وما يسموهم في واشنطن سنه خامنئي. ولذلك يعني هذا، وطبعا معهم ريان الكلداني اللي هو مسيحي، وهذه اشاره قويه اننا لسنا مستهدفين فئه واحده من الشعب العراقي، بل مستهدفين جميع الذين يعملون مع ايران. ونحن لسنا مخشوشين بان فقط الشيعه يعملون مع ايران، بل كل الاطراف التي تعمل مع ايران او مع الحرس الثوري الايراني هي مشموله بهذه العقوبات. وكما قلت وأود أن أذكر أنه خروج الطائرات المسيرة من العراق بتعاون فعال من الحكومة العراقية لضرب الأنابيب النفط السعودية هي القشة التي قصمت ظهر البعير، والتي ستعمل على تحويل أمريكا من حليف إلى العراق. استفاد منه السياسيون العراقيون في الغطاء السياسي والشرعية الدولية الى عدو للعراق، لان العراق. طيب سيد الكريم، اذا تسمح لي، حضرتك تحدثت قبل قليل عن العقوبات يعني وتوقيت العقوبات، كيف تقرا هذا التوقيت يعني بالتزامن مع حراك لمجلس الشيوخ الامريكي الرافض لتقليل او تخفيض التمثيل الدبلوماسي داخل الاراضي العراقيه؟ لا، هو مرافض، هو الديمقراطيين رافضين، وبعض الجمهوريين الذين يرفضون الحرب مع ايران. ولكن ترامب يتبع سياسة ذكية، اختار أكثر شخص معارض للحرب وهو رام بول، وراح يبعثه إلى طهران. إذا رجع رام بول مقتنع أنه إيران هي ليست جدية في السلام وليست جدية في وقف مشروعها النووي أو التوسعي في المنطقة، فسيكون رام بول المعارض أيضا في وضع محرج، وربما سيؤيد ضرب إيران. ترامب ده يسحب البساط من كل معارضي الحرب، وهو جدي في أن يمنع الحرب، ولكنه سيضطر إلى ضرب إيران عندما تستنفذ كل المنافذ وكل المحاولات. نعم، لكن لو تحدثنا بشكل واقعي سيد انتفاض، يعني بأن هنالك تهاون وتهاود من قبل ترامب تجاه طهران، وهذا ما تحدثت عنه قبل قليل، يعني لماذا برأيك هذا التهاون مع طهران في الوقت الذي يمارس قوة يعني ضاغطة على العراق؟ إلى متى يبقى العراق ساحة حرب لهذا وذاك؟ لا، أولا ترامب لم يتهاون مع إيران، بل ترامب في أعلى درجات يجب أن لا نهمل العقوبات التي خفضت تصدير النفط الإيراني إلى
90% اليوم إيران تصدر فقط 10% من نفطها، والآن محاولات مع الصين المشتري الوحيد من هذا 10% محاولات لكبح الصين من شراء هذا النفط. إيران تختنق اقتصاديا، ويجب أن نتذكر تاريخيا أن الاتحاد السوفيتي العظيم تم إسقاطه اقتصاديا وليس عسكريا. أما الخيار العسكري هو إيران نقلت المعركة إلى العراق ومتقصدة طهران، وأبو مهدي المهندس أخرجوا الطائرات لضرب السعودية من العراق لكي تنقل المعركة العراق. وللأسف المسؤولين العراقيين ومنهم السيد عادل عمدي قائد عام قوات مسلحة مكتوف الأيدي، وبل يغلق الأجواء ليسمح للطائرات بالضرب متقصدا ضد المملكة العربية السعودية، بعد أن استقبلت المملكة العربية السعودية وفد عراقي بقيادة نفسه السيد عادل عمدي. فالعراق هو متورط في هذه الحرب، وإحنا حذرنا من هذا الموضوع، وعلينا أن نبعد نفسنا من خلال إبعاد الميليشيات وإيقاف فعالياتها العسكرية ضد أمريكا وحلفائها في العراق. طيب سيد انتفاض، نتحدث عن السيناريو المقبل في ظل هذه الأحداث المتسارعة التي لم يسهل يعني مثلا منها العراق حتى الآن، بعد تحذيرات للحكومة من يعني حذروا الحكومة حكومة السيد عادل عبد المهدي من تحجيم الفصائل المسلحة و يعني الزج بها بالمؤسسة العسكرية، وهذا يتناقض مع ما جاء به السيد عادل عبد المهدي وهو الأمر الديواني والذي لم تلتزم به بعض الفصائل. هنا كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذه الفصائل التي لم تلتزم؟ الأمر الديواني لم يكن حبرا على ورق، بل كان أضحوك على ورق، لأن الأمر الديواني لا يتناول مصير أبو مهدي المهندس المطلوب دوليا كإرهابي، ولا يتناول ميزانية الحشد اللي هي مليارين دولار ومن هو المسؤول عن صرفها، ولا يتناول كيفية نقل الأوامر إلى الحشد ومن هو المسؤول عنها. هذا الأمر كان تغطية للحشد، محاولة بائسة لتغطية الحشد بالاتفاق مع إيران. للأسف لا زال المسؤولين العراقيين يعملون بالسياق السابق، هو التنسيق مع إيران والابتسامة مع أمريكا. هذا لن ينجح من الآن فصاعدا، ولذلك نجد أن إيران رادت أن تجعل العراق امتدانا لها عسكريا من خلال الحشد اللي هو حزب الحرس الثوري الإيراني في العراق، وأمريكا ستكرم هذا العمل من خلال ضرب العراق أو ضرب الميليشيات في داخل العراق، لأنها هي امتداد للوضع في إيران وامتداد للحرس الثوري الإيراني. لكن سيد الكريم، حضرتك ذكرت قبل قليل بأن هنالك يعني أو إيران تحاول يعني جعل يدا لها داخل العراق من خلال الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، لكن الانسحاب الكلي أو حتى الجزئي للدبلوماسيين الأمريكيين من الأراضي العراقية ألا يجعل الساحة مفتوحة لإيران وللفصائل المسلحة؟ لا بالعكس، الوجود الدبلوماسي الأمريكي برهن على عدم فعالية السياسة الأمريكية في العراق، بل برهن على أنه أصبح غطاء لتواجد إيراني وإعطاء الشرعية. إيران تسرق العراق من خلال ميليشياتها، والتواجد الأمريكي في العراق يعطي الشرعية، بل يعطي ديون ويعطي أموال ويعطي قروض ويعطي منح إلى العراق من خلال الغطاء الأمريكي. هذا الموضوع يجب أن ينتهي، وانكشفت اللعبة هذه. لذلك أعتقد أن الانسحاب الأمريكي هو تحضير لحالة حرب. عندما ينسحب الدبلوماسيون معناته سيستلم الجيش والحرب المسألة، وللأسف الأفعال العراقية في المقابل سيد انتفاض إذا انسحبوا والتحضير للحرب راح يسلمون العراق لإيران بطبق من ذهب مرة ثانية، هكذا يرى المراقبون. حبيبي، إيران سلمت بطبق من ذهب إلى العراق، سلمت بطبق من ذهب إلى إيران مو بهالزمان، في زمن أقصد أوباما. خطة يعني غير واضحة يعني المعالم حتى الآن. هذا الشيء حصل، ولكن أوباما وضع الأمريكان في غطاء لأنه كان يعتقد أن إيران حليفة لأمريكا. اليوم إيران عدوة لأمريكا، ووجود الدبلوماسية في العراق مثل ما يقول المثل الأمريكي sitting ducks، يعني مثل البط اللي جالس جاهز للاصطياد، والميليشيات سوف تحاول تقتل الدبلوماسيين الأمريكان دون فائدة. لذلك من العقل سحب أكبر عدد ممكن من الدبلوماسيين في ظل ميليشيات وحشية مستعدة لقتل الدبلوماسيين، كما حصل في أربيل البارحة، لأننا نعتقد أن الميليشيات الإيرانية هي التي المسؤولة عن قتل القنصل التركي في أربيل ومحاولة خلق فتنة في أربيل.
طيب ما موقف الحكومة العراقية وعبد المهدي من هذا الأمر؟ هل ساقا صامتا مثل كل مرة؟ أم هنالك قرارات ممكن أن تحل الأزمة على الأقل؟ كل السؤال خوش السؤال سألتي. للأسف أنا قلتها بداية اللقاء، عدل عبد المهدي عبال الأمور مثل قبل، واستمر في هذه اللعبة يمشي من يم الحائط ويتعامل مع أمريكا، يجامل أمريكا ويعمل لإيران. ولو كان ولكن أنا كنت متأمل، لأنه السيد عبد المهدي كان مشارك في العملية السياسية قبل 2003 ويفهم الدور الأمريكي العميق في إسقاط نظام صدام، كنت متأمل أنه يصحى ويأخذ مواقف حدية ضد الميليشيات، ولكنه للأسف استمر في النهج السابق لمن سبقه من حيدر العبادي. ولكن العصر تبدل والزمان تبدل والسياسة الأمريكية تبدلت، ولم تتبدل طريقة الحكم في العراق. وإلى ماذا تعزو سيد انتفاض هذا التهاون الذي تتحدث عنه عن السيد عادل عبد المهدي كرئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة؟ لماذا لا يفرض سطوته وقوته وهو القائد العام للقوات المسلحة ويجنب العراقيين هذه الكارثة اللي قد تحصل على أرض العراق؟ يعني هم كوارثهم كثيرة العراقيين. أولا الإدمان الكامل والاعتماد الكامل والتعظيم الأكثر من اللزوم لإيران وقوتها، وثانيا عدم إمكانية وجود يعني غياب كامل للمبادرة وللشجاعة السياسية وللإرادة السياسية. فالعراقيين كانوا يروحون يطلبون الحماية من الحرس الثوري حتى يقوم بالحكم، مثل ما قلت يجاملون الأمريكان حتى يحصلون الفلوس والاعتراف الدولي. هذا الموضوع انتهى، هذه المسلسل انتهى، وعلينا وعلى عدل المهدي أن يقوم بفعل صريح وقوي لمنع الميليشيات و إسكاتها وحلها فورا ليتجنب العراق حرب وأن يكون ساحة معركة كما هو الآن ساحة معركة بين أمريكا والميليشيات التي هي على أرض العراق والتي سيدفع ثمنها الشعب العراقي، أو ليقوم بحصر السلاح بيد الدولة على الأقل. طيب سيد الكريم، هنالك تسريبات تتحدث عن فرض عقوبات جديدة أمريكية على 136 شخصية عراقية، يعني كون حضرتك قريب من دائرة القرار أو اتخاذ القرار، هل لك أو تتوافر لديك معلومات عن تأكيد هذه التسريبات؟ شوفي، ليس هناك أي إخفاء وليس خفيا على الإدارة الأمريكية من هي الأطراف العراقية التي تعامل على غسيل الأموال وتمرير السلاح للحرس الثوري، من محافظ البصرة سعد العيداني والآخرين، وهم يتصورون أنهم في غياب عن المراقبة. كل هؤلاء الناس سيشملون بالعقوبات، وأن الذي اعتادوا عليه في السابق التعامل مع إيران وتقديم الخدمات لن يستمر ولن ينجح، والوضع تغير كما قلت، وستدخل هذه الجماعات كلها في حالة حتى يتم تهديد حياتها من قبل القوات الأمريكية إن تطلب ذلك. إذن مشاهدينا، كان معنا رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن السيد انتفاض قنبر، شكرا لجنابكم الكريم.